هو تربص نظن عادي كالعادة، داخل في إطار تاريخ فيفا تاع شهر مارس بين 20 و 28 هذا الشهر. البداية ستكون يوم 20 يوم اثنين في مركز سيدي موسى بحضور كل اللاعبين، الطاقم التقني، سي جمال بن ماضي سيكون بدون شك بعض الأيام من قبل بداية التربص. ممكن هناك كذلك ننظم ندوة صحفية وين يتكلم على كل ما هو جديد يتعلق بالفريق الوطني. اللقاء الأول هو اختيار الاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم 23، يوم الخميس 23 في سهرة رمضانية إن شاء الله ابتداء من الساعة 10 بملعب نيلسون مانديلا. وآخر أخبار تقول باللي الملعب راهو في صحة جيدة، نتكلم على الأرضية بالخصوص. أما اللقاء الثاني سيكون يوم 27، يوم الاثنين 27 ضد الفريق النيجر. وانتم تعرفوا باللي ملعب جنرال كونشي بنيامي ماهوش يعني مؤهل، ولهذا الاتحاد النيجيري فضل انه يلعب في بلد اخر، وفضل تونس بلد شقيق قريب ويساعد الجميع حتى الفريق النيجيري يساعده، بما اننا نحن في شهر رمضان، رغم ان التوقيت يعني ممكن يقلق البعض، ولكن نظن باللي هناك رخص تمكن الرياضيين ولاعبي كره القدم انهم في شهر رمضان يعني هم مسافرين انهم يقدروا ما يصوموش، ولكن هذا بتحفظ. انا نعرف اللاعبين ونعرف الطاقم التقني بدون شكل الكل يكون صائم في ذاك اليوم، وان شاء الله تكون مقابله في المستوى، والفريق الوطني يخرج بالزاد كامل سواء في الذهاب وفي الاياب. اسماء جديده صالح التربص صراحه يعني الكثير تكلم على اسماء الجديده، انا نفضل ككل عاده كل مره نخلي الاولويه للناخب الوطني، لان هذه امور وملفات يعني دائما عندها نوع من الحساسيه تسير في اطار يعني اداري خاصه وفي صمت وفي هدوء. نخليو الاولويه ان شاء الله للناخب الوطني، وان شاء الله يكون جديد في هذا التربص القادم. هذا البرنامج برعايه شركه بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.